Christmas. We wish you a Merry Christmas in a Happy New Year. هاي يا برج الحوت، يا برج المائي، يا برج الرائع. انت بتتميز وعندك شعارك الاول خيال الواسع. الخيال الواسع، اسكت انت ما عم بحكي معك. وخلق الاجواء الجميلة، يعني بتخلق الاجواء الجميلة، بتعمل اشياء، بس بتحلم، يعني بتعيش باحلام. لا، ما تحاول تعيش باحلام، حاول تفكر بالاشياء وتنجزها. انت انسان حنون جدا جدا، انت انسان لين، بسيط، لطيف، محب للآخرين، صديق للآخرين، بتساعد كتير، خدوم ومعطى، يعني بدون مقابل لأبعد حال، كريم، رقيق، مقرب للكثير من الأبراج، ما شاء الله، لأنك كتير طيب. بتحب الفن، بتحب الموسيقى، بتحب المسرح، بتحب السينمات، بتحب التلفزيون، بتحب التصوير، بتحب أشياء كتيرة، بتحب الموسيقى كتير، هذا اللي بتعطي لروحك هيك العشاء، بتحلق بالخيالات، بتحلق بطريقة مو طبيعية، لأنك كتير كتير رومانسي، رومانسي بالحب، رومانسي بالعاطفة، عندك قلبك لشريكك، يا لطيف قديش بتحب تدللها، يا لطيف قديش بتحب تحقق أحلامه، بتحب تدعم شريك حياتك بطريقة كتير كتير سريعة وفظيعة ورائعة. تعاملك مع الجميع واحد، لبق، انت لبق بحواراتك، بتألقك، دائما متقن بعملك، مثابر، بتحب الحياة، رؤوف، وديع، يعني شوف قديش في لك صفات كتير حلوة. مشان هيك على فكرة انت انسان رياضي، انسان رياضي وبتهتم كتير بالرياضة، مشان هيك صحتك ما شاء الله دائما بوم، تحب السباحة، بتحب ركوب الخيل، كتير يعني انسان مميز. مشان هيك انا دائما بقول لك السلبيات اللي عندك وقليل السلبيات حاول تبعد عنا مشان ما تخرب لك الإيجابيات اللي انت كتير كتير حلوة فيه. مواليد انت العيوب لمواليد برج الحوت، سريع الثقة بالآخرين، وهذا نتيجة كتير خاطئة فيه. لازم تدرس أول ما تتعرف على الناس مين هدول الناس اللي عم تعامل معهم، لأنه كتير تنصدم بهذه العلاقات، وبيخلي طيبتك الكبيرة بتعرضك لوعكات صحية، لغدر بعض الآخرين بسهولة، وانت بتقعد بقى كآبة وحزن وبكى، ولما ليش أنا عم يخدعوني الآخرين، وليش عم بعمل هيك. لا تخلي حالك بهالموقف، انت إنسان كتير كتير رائع، إنسان ما تحط حالك بهذا الموقف. ادرس الناس اللي ما لهم محل ثقة، حط دائما حدود بينك وبين معارفك. شوف السلبية هاي تبعك بتوديك للكآبة، سلبية كتير تافهة، ترى المفروض ما تكون بحياتك، لأنك أنت أصلاً كتير مميز. أنت يعني بتفشل بالعاطفة كتير، لأنه هيك بتعطي من داخلك، من قلبك، بطريقة كتير فظيعة، مشان هيك دائماً بتتعب. عصبيتك كمان بتخليك يعني مثل ما بدي أقول مثل ما حلو، بس لا تشتغل شغل كتير كتير حلو وبشغل كتير صغيرة، من جد أنا بشوفها كتير تافهة تخرب كل هاللي عملته. يعني مثل البحر بيكون هادئ وفجأة بيصير أمواجه مترين وثلاثة، لا تكون هيك، لا تكون هيك، مشان ما تخسر ومشان ما تدخل حالة نفسية بسرعة بتخليك إنسان ما تقدر تعيش حياتك اللي انت بتحبها. عود لطبيعتك اللطيفة الحنونة، وخصوصا انت يعني زعلك ما بكتير بيطول، الا اذا دخلت بكآبة، هون المصيبة الكبيرة. انا بدي اياك تبعد عن هالمصايب الكبيرة، تخفف عصبيتك، انت انسان لطيف، انت انسان رائع، حاول تحط حد بينك وبين أي ناس لو كانوا أقرب الناس لألك، مشان ما تجلس تلوم نفسك دائما وتدخل بكآبة. هذا الشهر فبراير شهر العلاقات، شهر التطور، شهر الانطلاقات اللي حتوعدك بالنجاح. ما في مجال، انت كتير تعبت وعم تبذل جهد، أصلا السنين اللي مضت كانت كتير متعبة لكل الأبراج، وانت كنت واحد منهم، بس إن شاء الله حتكون مستقر
انت بحاجة هذا الشهر لتقعد ترسم خطوط عريضة لحياتك. عود اكتب اهدافك، امسك ورقة وقلم، اكتب شو بدك تعمل عشان ما تقدر تنسى اي هدف وترجع تندم. شو بترغب؟ انت قوي، حاول تتخلص من التعب اللي انت هلأ موجود فيه مشان تقدر تستقبل هذا الشهر، لانه شهر كتير كتير حلو ورائع. حاول دائما تستغل طيبتك بالاشياء، انت كتير لانك طيب وبتخدم الناس، استغلها بالاشياء اللي ترضي ذاتك، مش تجلس تندب بعدين. غير من هذه السلبية اللي عندك. انت انسان كتير كتير اجتماعي وبتلتقي بناس كتير مهمين، وهدول الناس كتير حيدعموك ولحيقدروا جهودك ولحتكون محط الانظار ان شاء الله. فكر دائما بإيجابية وكون متفتح على جميع الأصعدة، صحيا، على الصداقة، على شريك الحياة، على كل شيء. خليك لا تكون متشائم وقلق، ولا تخلي القلق يسيطر عليك. خلي عيونك 10/10، استغل الفرص. يعني انت بدك تعرف من اين تؤكل الكتف، اوكي؟ لازم حسم بأمور عملك، بالعاطفة عندك، بمعرفتك مع الناس، مع شركاتك، بدراستك. لا تستسلم، هذا الشهر عم يدعمك، عم يدعمك بالنجاح والتفاؤل، ورح توصل لهاللي بدك اياه بإذن الله تعالى. ممكن تسيطر على الضبابية اللي حتقعد من بعض الأمور هاللي حتكون فلكيا عندك، أو الكسوف والخسوف هاللي ببرج الجوزاء هاللي حيأثر شوي عليك. انت حتقدر تنشط نفسك بنفسك، ولا تتخيل انه في شيء بيجي من السماء الا الخير. هذا اللي حطه ببالك، اما من انفسنا لحنا منغير هذا الخير. خليك ببعض القصص اللي هي موجودة بالمال، التهبي المال، التهبي باشياء تبعك، بعد عن الاشياء اللي ما بتجيب لك الحظ والطاقة، لانه حظك وطاقتك كتير كتير عالية فلكيا باذن الله تعالى. وتجمع هذا البرج من أرقامه كتير بتعطيك دعم مالي ومكافآت، ومصاريفك حلوة، ولح تعطيك كتير كتير أشياء كتير كتير حلوة بإذن الله تعالى. عاطفيا إن شاء الله، إن شاء الله بيت العلاقات عامة حتكون ممتازة جدا جدا، لح تكون جذاب وإطلالتك مشرقة، ولح تكون عم تجذب الشخص الثاني، لح تكون عندك علاقاتك كتير حلوة. هي قطتي مدري شو صار لها، مو عاجبة برج الحوت. ما في إلا نياو نياو، شو بدها ماني عارفانة. علاقاتك وأصدقائك لح تكون قريبين كتير حواليك، لح يدعموك بالحب، شريك حياتك حيدعمك، حيكون معك بالعاطفة، حيكون معك الحب بعيد عن المشاكل إن شاء الله. وانت باستقرار مخك، انت شو جذبت لنفسك حتجيبه. صحيا طبعا هذا الصحة عندك ما شاء الله، انت انسان صحي، انت انسان رائع. بس مثل ما قلت لك، كسوف والخسوف اللي ببرج الجوزاء لح يعطيك شوي عرقلة بصحتك. حاول تنتبه، تهتم بالرياضة، تهتم بوضعك، تهتم بالاسترخاء، تنفس العميق دائما دائما خليه معك. وان شاء الله لو اصبت بوعكة صحية، الوعكات العادية، لح تخرج منها بسهولة، لانك انسان رياضي، انسان منتبه على نفسك تماما باذن الله تعالى. هديتي إلك أيها البرج الرائع، يا برج الرومانسي يا الرائع، أنت برج المائي، بناسبك الياقوت الأصفر مشان تكون بصفاء دائما، وغنى، غنى مو بس بالفلوس، غنى بكل شيء إن شاء الله. ولح تمنع عن نفسك العين والحسد اللي دائما أنت شاغلة مخك. ما في عين وحسد إذا أنت محصن نفسك وداير بالك على نفسك. وبتقدر كمان تجيب الياقوت الأزرق مشان تحمي نفسك. هدول الحجارة هدية لإلك أيها البرج المائي الرائع. وبإذن الله أنا هديتي إلك هذا الشهر، إنك أو السنة كاملة، أنا بقول هي السنة التطورات الإيجابية عندك. شايف؟ أنت إنسان كتير رائع، وسنتك هي اسمها التطورات الإيجابية. عندك فترة شوي حتتعب فيها بأول الأشهر السنة، وإن شاء الله بداية بشهر فبراير حتمر بسلام بحياتك، و2000 حتكون بداية الراحة والبداية تأسيس المشاريع وتكوين العلاقات الغرامية وتكوين الأشياء الحلوة اللي أنت بتحبها.
بس بعد عن الخيالات الواسعة، انتبه اشتغل على نفسك وما حتلاقي نفسك إلا بإذن الله تعالى المنتصر. انت برج الرائع، برج الحلو، حتطير، انت حتطير وين ما بدك ان شاء الله باذن الله تعالى.